السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هذا النهار ان شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع اللي غالبيه ديال لي كومونتير كيهضروا عليه، ديال كيفية تجميع ديال الفضلات ديال الارانب. إذن شحال واحد كيعاني من 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 العناء ديال كيفاش نجمع الفضلات ديال الارانب، ولو ان الناس عندهم اقفاص، يعني ها هو القفص كاين، ولكن كيفاش غادي الفضلات غادي تطيح، يعني والفزق ديالهم عزكم الله، يعني الفزق ديالهم البو ديالهم عزكم الله، يعني كيفاش غادي نجمعوه وغادي بدون عناء، يعني ماشي نبقاو كل نهار نسيقوا عليهم مثلا. وهذيك الريحه مثلا الا كانت حنا نقولوا مثلا عندك واحد الاقفاص فوق السطح ولا فشي شي محل هكا، سمو كيوقع ان المربي كيتفاجئ ان يعني الرائحه بدات كتعطي، يعني ما يمكنش تحيدها من الارض، يعني الا مشات حتى طاحت في الارض صافي كتولي الرائحه كريهه في ذاك المكان. سمو الفكره يعني البطل الرخيصه اللي غادي نديرو، وهي اننا نستعملو الميكا العاديه. انتما هذه الميكا هذه، انتما هذه تخيلوا جوج متر، يعني هي كتكون مضوبله، انتما هي كتكون غليظه فيها الالوان، ماشي مشكل اللون الازرق ولا الاسود ولا الابيض، ماشي مشكل. هاد الميكا هذه يعني جوج متر كاري كدير 10 دراهم، وهاد جوج متر كاري كتكون مضوبله، يعني هاد القفص كله مثلا استعملت فيه انايا 10 دراهم. 10 دراهم راه حتى غادي هي ماشي شي قيمه كبيره بزاف، ولكن حتى غادي تستعملوا هاد 10 دراهم عاد غتعرفوا القيمه ديال هاد الميكا هادي. اشنو هاد كيفاش الطرق؟ كاين جوج طرق لتجميع الفضلات. كاين الا كان بغيتوا تخدموا هاد الطريقه هادي، اذا كان عندكم قفص كبير بحال هذا الشكل، فيه الولادات وفيه الفطام، سمو كديروا كتاخذوا يعني القنات ديال القفص وكتربطوهم عادي، وكتخليوا الميكا مدليه بحال هذه الطريقه هذه، تخليوا الميكا مدليه، وسمو كديروا ثقب في الوسط. انتم كما كتشوفوا معايا راه كاين واحد الثقب، ها هو كاع كلشي الفضلات كلها كتجمع، انتم كلها كتجمع. فين كتجمع بانيو واحد، انتما واحد، وهاد البانيو ماشي بالضروري انه يكون بانيو يعني بحال هاد الطريقه هادي، ممكن تكون بانيو مدوار، ولا انا غير هذا جاني متسع وساهل في الهزان صافي. هانتوما كما كتلاحظوا الفضلات ديالهم كلها كتجمع هنايا، بما فيها الفزق ديالهم الماء ديالهم والفضلات حتى هي. كاينه طريقه اخرى، الناس اللي عندهم القفص هذا بحال قفص كبير وقفص نقولوا مربع على شكل مربع، اما بحال هذا القفص هذا، انتما هذا مستطيل، انتما كما كتشوفوا راه مستطيل، ممكن انه حتى هو نديروا فيه نفس الطريقه، ولكن هذه الطريقه ديال الربطو الميكا يعني، ونخليو هنايا البانيو اللي نهضروا عليه، نخليوه الميكان يعني نربطوها بشكل مائل. انتما كما كتشوفوا معايا راه غاديه بشكل مائل، انتما سمو كتلاحظوا ان القناه مربوطين لهيه، ولكن الميكا ما حدها جايه وهي كتهود، انتما وفي الاخر داك هذا القادوس هذا ماشي شي حاجه، غير الميكا الا كان البرد كتبقى تمايل هكا وهكا، ممكن ان داك الفضلات يبقى يطيحوا منه من هذه، ما بمثابه الثقاله، يعني غير باش كتثقل باش هذاك الفضلات كلهم، وفي نفس الوقت انا كان نخدم بها مثلا، كنهزها هكا والفضلات اللي مجموعه انتم كما كتشوفوا معايا، كنطيحها بهذه الطريقه هذه، كنكرط بها صافي، وهي نيت كنرد. كنا متاكدين ان هذه الطريقه هذه يعني فعاله، جد فعاله، لان لاحظوا معايا الارضيه كيفاش دايره، هي الارضيه نقيه ما فيهاش ولو وسخه وحده ما كايناش. هانتوما الجهه الاخرى ما يمكنش تلقاو شي فضلات طايحه او شي الفزق ديالهم اللي غادي يدير لكم واحد الريحه في المكان، وناهيك على الغاز الامونيا. غاز الامونيا راه سبق لي تكلمت عليه في مواضيع اخرى، غاز الامونيا كيتسبب في العمى ديال الارانب، يعني هو عنده جوج اضرار، كاين ضرر المباشر وغير مباشر، كاين
الضرر المباشر انه كيتسبب في العمى ديال الارانب، يعني كيتاثر لهم على العين ديالهم، والسبب غير مباشر وهو انه كيأثر حتى على كيتكون واحد الفطريات ممكن انها تولي جرب. الناس اللي كيعانيوا من الجرب، ماشي الجرب ديال الشعر، وانما الجرب ديال تصمغ الاذن، راه هذاك غاز الامونيا يعني بهذيك الفطريات ممكن انهم يتصابوا بتصمغ الاذن. كتلقاو واحد القشور كاينين في يعني في الاذن ديال الارانب. اذا الطريقه سهله، 10 دراهم ممكن انها يعني تضرب لكم هاد جوج اقفاص، يعني طريقه ماشي شي حاجه، ممكن انكم تربطوا بهذه الطريقه اي طريقه انتم بغيتوا. هذا يعني كتانة ولا كوردة ممكن تربطوا بها 4 ديال القنات وديروا ثقب عادي في الوسط، اما مربع اما مدور، مهم ثقب عادي. بغيتوا الفضلات يعني ما تبقاش لاصقه بهذه الطريقه هذه، يعني انا يعني كتبقى لاصقه لان مع المده ممكن انه يكون شي فصه ولا شي خش كيطيح وكيحوز هذاك الفضلات انها تهود. ممكن انكم تكبوا غير واحد شويه ديال الماء لهاد الجهه في القناه، لهيه لهيه لهيه، يعني 4 ديال القناه، وداك الماء كله كيهود كيهود يعني يهود بواحد الطريقه. انتم غادي نوريكم كاع تطبيقيا، انتم بحال الفضلات راه تما، انتم غادي نوريكم لاحظوا لاحظوا كيفاش تمروا، انتم حتى حاجه غادي تبقى شفتوا. ها انتم هانتوما ها هي كيطيح هنايا بهذه الطريقه. ان الطريقه سهله بهذه الميكه هذه، ممكن انكم ديروا واحد الحاجه اللي مفيده للارانب بزاف. ان الناس اللي طلبوني على الفيديو هو انا لبيت لهم الرغبه ديالهم، يعني كيفاش الطريقه باش كتجمع الفضلات ديال الارانب. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، قناة غادية بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. تكيو على زر جيم باش تساندوني، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله.